الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، سعيد بن سالم الينيبي يتولى عملية التضمير، بينما المركز الثاني من الجانب الآخر اللي تتواصل اللي هي الشكلة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم، ياتي سعيد بن عبيد الحميري في عملية التضمير، بينما العملاقة تتقدم على المركز الثالث من هجن العاصفة وتضمير سعيد سالم على المركز الثالث، نقلة على المركز الرابع ورابع المراكز هذه حصبة، تأتي في المركز الرابع من هجن العاصفة يضمرها سعيد بن سالم، كذلك تندفع على المركز الرابع، بينما المركز الخامس طواري، طواري من هجن ند الشبا تتقدم، وسالم بسعيد الذي يتولى عملية التضمير على المركز الخامس. أما المركز السادس أشوف التدخل وأشوف التحدي على المركز السادس، هناك الدخول من الجانب الآخر اللي وصلت في هذه اللحظات وتقدمت هذه الذيبة، هذه الذيبة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، أحمد بن سلطان بن رشيد يتولى عملية التضمير. أما سابع المراكز بنلقى فيه رواية تعود ملكيته لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، سيف بن أحمد بن خريدة يقودها مضمرا على المركز السابع، بينما المركز الثامن، ثامن المراكز في هذا التحدي وهذه الأثارة، شوف المركز الثامن تقدمت مشاهدي الأعزاء ووصلت في هذه اللحظات شديدة شديدة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، يضمرها عبيد بن محمد بالضبيعة. المركز التاسع من الجانب الآخر في هذه اللحظات، هذه الضبية من هجن العاصفة يضمرها سعيد بن سالم، بينما المركز العاشر اللي في منصورة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم ومحمد بن سعيد بن حلوة يقودها في التضمير. هذه العشر المراكز الأولى المتقدمة في هذا الشوط في هذا المسار. عودة مرة ثانية بعد أن أكملنا النداء الأول للعشرة المراكز الأولى في هذا المسار وفي هذا الشوط، تحديات ميدان المرموم الميدان الذكي، ولا زالت زعفران على رأس حربة هذا الشوط تقود هذا المسار وتتحدى المنطلقات لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، ياتي أبو أحمد سعيد بن سالم الينيبي في عملية تضميرها وإدارتها والمتابعة لها بهذا الأداء الجميل، نقلة على المركز الثاني الشكلة، هذه الشكلة على المركز الثاني أيضا تقدم أداء رائع وجميل للقاية لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم بأدارة وتضمير سعيد بن عبيد الحميري. المركز الثالث تتقدم فيه وتأتينا العملاقة في المركز الثالث من هجن العاصفة بقيادة سعيد بن سالم يقودها في التضمير. هذه الثلاث المراكز الأولى الثلاث اللي بهنزان اللقا وزان الميدان هنا على أرضية هذا الميدان. المركز الرابع، رابع المراكز مشاهدين الأعزاء تتقدم في حصبة، حصبة من هجن العاصفة يضمرها سعيد بن سالم، كذلك في عملية التضمير هناك في هذا التواصل طواري، طواري من هجن ند الشبا تتقدم في هذه اللحظات، في هذه اللحظات يضمرها سالم بن سعيد، نقلة على المركز السابع في هذه اللحظة وسابع المراكز الذيبة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، يضمرها أحمد بن سلطان بن رشيد. المركز التاسع في هذه اللحظة وصلت في تاسع المراكز رواية لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، يضمرها سيف بن أحمد بن خريدة. المركز العاشر، هذه الضبية من هجن العاصفة يضمرها سعيد بن سالم. هذه العشر المراكز الأولى المتقدمة مشاهدينا متابعينا الكرام، وفي هذه اللحظات نتشرف بالترحيب بسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم. مرحبا أبو سعيد لمتابع بعد انطلاقات صباحي هذا اليوم في سن الإذاع وفي تمهيدي المرموم في هذا الصباح الجميل والرائع. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام، عودة مرة ثانية، عودة مع زعفرانة اللي مسيطرة، زعفرانة على المركز الأول لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، يضمرها سعيد بن سالم الينيبي، مركز أبو أحمد في مسار هذا الشوط بدون أوامر، عرضها تلقائي
واداها تلقائي في هذا المسار. يا سلام، وهذه زعفرانه مسيطره على مقدمه الشوط مع ال 800 متر الاخيره، ولكن المركز الثاني اللي فيه شكله لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم مع سعيد بن عبيد الحميري. المركز الثالث بدأ التحرك من الذيبه لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم احمد بن سلطان بن رشيد الخطير. بدأ يتحرك ولكن زعفرانه مشاهدينا الاعزاء، زعفرانه مسيطره. راح ابو احمد، روح يا ابو احمد، الخطير قادم في هذه اللحظات، ولكن لا زالت زعفرانه على المركز الاول. سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم يضمرها سعيد بن سالم الينيبي، والمركز الثاني تحركت ووصلت الذيبه، تسللت الذيبه الى المقدمه لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، يضمرها احمد بن سلطان بن رشيد الخطير. مشاهدينا الاعزاء يقدم لنا الذيبه على المركز الاول. الذيبه خلاص اعلنت الفوز في هذا الشوط، اعلنت تحدي هذا الشوط بالناموس. تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، التهنيه موصوله لاحمد بن سلطان بن رشيد. لحظات وصول الذيبه وفوزها بناموس هذا الشوط، هذه لحظات الوصول. زعفرانه في المركز الثاني لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، المركز الثالث من وصلت فيه شكله لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم، المركز الرابع من هجن العاصفه، والمركز الخامس هجن ند الشباه. هكذا مشاهدينا الاعزاء كان هذا الشوط واثارته وحماسه الذي انطلق فيه التحدي وانطلق فيه الناموس. هكذا هذه العادة مع أبو عدنان في عادة التوقيت الزمني، وهذه الذيبة في 7 دقائق و51 ثانية، 6 أجزاء من الثانية. تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، والتهنية موصولة لأحمد بن سلطان بن رشيد في تضمير الذيبة وأداها الجميل. زعفرانة كذلك قدمت أداء جميل، 7 دقائق 52 ثانية، 3 أجزاء من الثانية. تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، والتهنية موصولة لسعيد بن سالم الينيبي الذي قاد زعفرانة إلى المركز الثاني. بينما المركز الثالث، نشوف المركز الثالث. شكرا أبو عدنان على المتابعة والتدقيق الجميل عبر شاشة دبي ريسنج. هذه من وصلت في المركز الثالث الشكلة، قدمت توقيت زمني 7 دقائق 55 ثانية، و7 أجزاء من الثانية لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم مع سعيد بن عبيد الحميري. هكذا تهانينا والناموس للجميع. التواصل يستمر، الإثارة أيها الحبل الكريم لا زالت تسير من خلال هذه الانطلاقة.